كثير من الناس يعرفون الطريق المستقيم ولكنهم لا يتمسكون به. ما هي الأسباب التي تمنعهم عن التمسك؟ وما هي طرق العلاج التي تجعلهم يسلكون هذا الطريق المستقيم؟ جزاكم الله خيرا. الأسباب كثيرة، تكلم عن الحق أسبابها كثيرة. تارة يكون جاهل، وتارة يكون عنده علم بالحق ولكن يحمله الهوى، لأن ما وافق هواه فيحمله الهوى على ترك الحق. وتارة يفعله مجاملة لبعض الأقارب وأصحابه، يجاملهم ما وده يكدرهم إذا وافق الحق، ويجاملهم في خمعة وخمر، يعصي معه ربه في قطيعة الرحم في العقوق وغير ذلك، مجاملة لأقاربه أو أصدقائه أو ما أشبه ذلك. وتارة يعصي الله من أجل المال الذي أعطى إياه، تارة من أجل الوظيفة. لا، أسباب كثيرة، نسأل الله العافية.